شريفه منه. نعم. الثاني عندنا اربع اشياء تخرج من الذكر. البول نجس، وعندنا المني طاهر، فلو جاء مني على الثوب، على السروال، على المكان، هذا ليس بنجس. المني طاهر لأنه أصل خلق الإنسان. Jadi mani jadi kini ekman cik tuan nama asal apa nama lain mani dia tahir ini pakai tuan kenapa tuan kini mani kini ekman cik tuan dia bidang tu kurang tapi dia kini bidang dia kenapa tuan. Lakin sunnah, jika kan mani al thawb, wajah kan jaf, tahu apa? Kalau sunnah dia mani jadi mani masih tuan nama lain mani tu sunnah tu zaman ni aku nak nama tu tahu. Walau salat dona ni hak salat sahih atau najkalbi. Jadi dia قتالاً ما قتالاً من نواصل يومين تسمى الله أبني سيولي. وإذا كان رضب لم يجد يرش بالماء، يأخذ ماء هكذا ويرش على المكان اللي فيه المني، رش هكذا يسمى نظر. نعم. يدي ماني سوقي بسيطة ماني برو ماني ماني يسوي شيء قبل ما لاسه كيف هو ماني سوقي بسيطة. نعم. هذا الثاني قلنا الأول البول والثاني المني، قلنا المني طاهر والماني ماني باس. نعم. عندنا الثالث المذي. كسر مذي هو بنتي ماني وانا قايل انا سكنت ما انت ما بس المذي بس انت انا لا بس انت انا اقول قل فقط الاسم اسم المذي. طيب مذي كسر مذي المذي هو سائل ليس له لون كالماء. مذي يسر كرة يعني يستيق تسكو كل كل رمو يخرج عند التفكير او عند التقبيل. Tu macam ni, aku cuma kerja atau yang belas awal macam ni, jenis ni macam apa lagi? Najis. Tiap ni nak apa? Nak kau dalam wudhu. Jenis ni wudhu ni sakit. Mana kasna ila kharaj min? Jadi jenis ni macam ni macam ni. Taksil al-dakar wal-khasiyatain al-baydatain. Macam ni aku nak lakukan itu ni. Dalam dalam. Lain ada kasil al-dakar wal-baydatain al-khasiyatain yang qatar bi'idhnillah. Nعم. يغسل الذكر والخصيتين يعني البيضتين، لأنه إذا غسلهما بإذن الله ينقطع ما يخرج. يعني ما نزل أحمد خصيتين لو أحمد ذكر يعني أقل من هذا ويبني بوري. كيو تسكن هذا خصيصا كنت هذا ما نزل أحمد. نعم، إذا وقع منه شيء على الثوب على السروال ماذا نصنع؟ يعني تمضي 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 قبل ما تعمل كذا. تأخذ ما هكذا وترش على المكان اللي نزل فيه. وتخرج تصلي لا اشكال بعد ان تتوضا طبعا. قبل ما تاكل تصلي ديما ما يمكن يلعب قبل ما تجي ما يصير منه. بس اللي ناس مرتين ما تجي. اما ازاله البول الغائط دم الحيض دم النفاس اذا كان على الثوب ماذا نصنع؟ ترى يمكن قبل ما تجي شاف 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 عايز يكون الله يجيب نرش الماء نرش الماء مع العصر. ترش الماء مع العصر. نعم. فإذا سقط بول على ثوبك على سروالك ترش الماء وتعصر هكذا تخرج تصلي الثوب طاهر الآن أصبح حتى لو بقي أثر الريحة ولو لا يضر. نعم. يسوق ماني 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 على رمالي بسيط ماني نجوي بسيط تباكم زي كسمة كسمة يعني رمضة كمانية نعم.